الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. أحمده سبحانه على نعمه وفضله حمدا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالألوهية والخلق والتدبير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، تذكَّروا واعتبِروا، فإن من تذكَّر وحاسب نفسه واعتبر ونفعه الله عز وجل بآيات الله التي أنزلها في كتابه، ونفعه الله بالآيات التي خلق في هذا الكون، فإنه يكون من الفائزين ومن المفلحين. فآيات الله في كتابه الكريم جعلها الله تبارك وتعالى هدًى، وجعلها شفاءً، وجعل الله هذا الكتاب جعله رحمةً وهدًى وبُشرى للمسلمين. وآيات الله عز وجل المسموعة التي أنزلها على رسله عليهم الصلاة والسلام، وآيات الله تبارك وتعالى المخلوقة التي يراها الخلق، فمنهم من يعتبر وينتفع بذلك ويستدل بها على قدرة الله وكماله وصفاته العلى، ومنهم من يعرض عن ذلك فلا يرى إلا كما ترى البهائم. والله تبارك وتعالى ذكر المؤمنين، ذكر الله المؤمنين بأنهم ينتفعون بما يتلى وأنهم ينتفعون بما يرون. قال الله تبارك وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدًى للمتقين. وقال تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تبارك وتعالى عن الكفار: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. وأما من يسمع آيات الله من يسمع القرآن فينتفع به فقد وعده الله تبارك وتعالى بأحسن الجزاء: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأما من أعرض فإنه قد وعد الله له أعظم العذاب. قال عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وسعادة الدنيا والآخرة مدارها على أمرين اثنين: سماع كلام الله تبارك وتعالى والعمل به. ومدار الشقاوة في الدنيا والآخرة على أمرين: سماع كلام الله تبارك وتعالى والإعراض عن ذلك. فيا أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى خلق هذا الكون لنعتبر به، خلقه لنفعنا، وخلقه لفائدتنا، وخلقه مسخرًا لنا لنستعين به على طاعة الله وعلى عبادة الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعًا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقد سخره الله، سخر الله لنا الشمس وسخر القمر. قال تبارك وتعالى: وسخر لكم الشمس والقمر
دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. سخر الله لنا النجوم لنفعنا، سخرها الله لنهتدي بها، ولتكون علامات للناس يعرفون بها الأوقات ويعرفون بها الجهات، ولها منافع كثيرة لا يحصيها إلا الله عز وجل. كل هذا خلقه الله لك يا ابن آدم لتعبد الله تبارك وتعالى، وتجعل العبادة لله، تجعل الدعاء وتجعل التوجه والتوكل لله تبارك وتعالى، وأن تخلص القلب لله عز وجل. فقد جعل الله لك الأدوات، السمع والبصر والجوارح، لتكون مسخرة وطائعة لله تبارك وتعالى. فإن أنت استعملت ما آتاك الله بطاعته فإن لك الجزاء الأوفى، ولك السعادة، وإن لك السعادة في الدنيا. وإن أنت تركت استعمالها في غير طاعة الله واستعملتها فيما يغضب الله فإنك تبوء بالخسران وتبوء بالندم، ولا ينفعك ما تمتعت به في هذه الحياة الدنيا. واعتبر أيها المسلم، أيها الإنسان، قد أعطاك الله عقلا تعتبر به وتنتفع به. انظر ماذا في السماوات، إن هذه الشمس، إنها وهذا القمر سخره الله لنا، وقد جعله الله آية من آياته. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما توفي ابنه إبراهيم وكسفت الشمس، قال الناس كسفت لموت إبراهيم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تنكسف لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله، فصلوا وادعوا الله حتى ينكشف ما بكم. فإن هذا الحديث يدل على أن ما يحصل ويكون للشمس من كسوف، ويكون للقمر من خسوف، أنه بذنوب العباد. وإن كان الناس يعلمون أسباب الخسوف ويعلمون أسباب الكسوف، ولكن ذلك لا يكون إلا بأفعال العباد، ولا يكون ذلك إلا بعقوبة من الله تبارك وتعالى. فإن الله يرسل بالآيات، وإن الله تبارك وتعالى يبين لنا الآيات. قال الله تبارك وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فاعتبر أيها المسلم، تذكر نعمة الله عليك، فإن الله يذكرنا بذلك. قل: أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ قل: أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فاذكروا نعم الله، تذكر إذا فقدت النعمة، تصور ذلك، فإنك لا تستطيع أن تردها، ولا تستطيع أن تبقيها. وإنما الذي يعطي النعم هو ربنا تبارك وتعالى، وهو الذي يبقيها، وهو الذي يسخرها. فيا أيها الناس اشكروا نعمة الله عليكم، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ واعتبر أيها المسلم، تذكر الموت وما بعده، فإن هذه الدنيا مهما طال فيها الزمن وامتدت فيها الآجال فإنها إلى نهاية، الأجل إلى نهاية، ومتاع الدنيا إلى نهاية، ودارك الأخرى هي التي خلقت لها أيها الإنسان. وما بينك وبين الجنة، وما بينك وبين النار إلا أن تموت، فإنك عند ذلك تدخل الجنة أو تدخل النار والعياذ بالله. تذكر أول ليلة تبيت فيها وحدك، ليس معك إلا عملك الصالح أو عملك السيء، والناس قد تخلوا عنك، وقد رجعت إلى الله عز وجل.
فقدم لنفسك أيها الإنسان، وتب إلى الله، توبوا إلى الله أيها المسلمون، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيدنا من مضلات الفتن، وأن يعيدنا من شر كل ذي شر، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.